السلام عليكم متابعين ديال ميكانور اكابون في لاباج ديالنا ديال الفيسبوك وديال اليوتيوب. المهم هادي عندنا اودي اكات جا عندنا السيد شاف لاباج ديالنا هادو من الجاليه الناس ديال الجاليه شاف عندنا لاباج ديالنا في اليوتيوب وجا لعندنا. هذا عندنا هاد السياره هادي كما كتشوفوا ناقصه في التيراج والدخان كحل. المهم حنا عندها الكاتاليزور كما كتشوفوا الكاتاليزور راه مخنوق وعندها السيستم ديال الريسيكلاج كله راه مبوشي. حنا غادي نحيدوه ونشارك معكم يعني من الاول حتى التالي. اول حاجه غادا لوجير هو اللي كيدير الريسيكلاج للموتور كيشد الهواء السخونه اللي خارجه لي شابمون كيولي يردها الموتور، يعني هذا هو اللي كيهلك الموتور. مهم اول حاجه نحيدو هاد الجعبه ديال الادميسيون ديال الفريجيره نحيدوها حتى هي راه مبوشي غنطويوها ونحيدو الدوليتات اللي داخلين الفريجيره. عندك جوج ديال الدوليتات وحده الالي وحده الروتور حتى هي غتحيد وهاد الفريجيره حتى هي غتحيد حيت فيها كيدوز فيها لي شابمون. عاوتاني كذلك غادي نحيدو الكوليكتور ديال لي شابمون كما كتشوفوا الكوليكتور حتى هو ديال لي شابمون غادي نفتحوه نحيدوه في خطره. ها هو حتى هو راه مخنوق حتى هو نطويوه. حاولت نطوي هادشي على كل 100,000 تنطويله هاد السيستم ديال الريسيكلاج. المهم هذا كوليكتور ديال الادميسيو حتى هو راه مبلوكي غادي نحيدوه ونحيدو الكاتاليزور كذلك ونقيو هادشي مزيان بالبرودوي ونقيو كل بياسه نقيوها مزيان ونوليو نردو داكشي ونخليو السيد يمشي في الطريق يشد الطريق مزيان. هنا ملي حيدنا الكاتاليزور كما كتشوفوا واحد الجهه غير صغيره هي اللي باينه كيتنفس منها حيت الطوموبيل راه مقجوجه بزاف ومزيره. المهم هنا ملي حيدنا هاد اللوجير هذا قلبناه عامر يعني بديك لي ميناج معامر بزاف يعني ديك اللاكس ديالو ما كيتحركش. الكوليكتور الادميسيون حتى هو غادي نحيدوه حتى هو نطويه. شوف شنو عامر هذاك لي ميناج هذا كامل كيجي يعني من الناس اللي ما كيحاولوش يعني ما كي اول حاجه ما كيتعطلوا في الفيدونج ثاني حاجه ما كيتيريوش بالطوموبيل يعني ما كيشدوش بها واحد السرعه اللي تخليها تخرج ديك لي ميناج خرجوا من لي شابمون. حنا خصنا هاد اللي كما كتشوفوا نطوينا لوجير وماشينا له اللاكس ديالو وماشينا كذلك الفريجيره. هنا غادي نشدو الكاتاليزور غادي نطويوه مزيان. اذا الكاتاليزور كنطويه بيدي يعني باش كيخرج ديك لي شابمون اللي ساده داك الكاتاليزور يعني ما كتخليش المشكل ما كتخليش التيراج. المهم حنا حيدنا هاد الكاتاليزور نطويناه مزيان بلود برودوي باش كنخدمو حنايا خليناه يرقد تقريبا واحد ساعه د المكانه هو كيرقد ملي كيرقد مزيان كنغسلوه ونحطوه ينشف مزيان عاد نركبوه. هنا ركبنا الكاتاليزور ديالنا دابا غادي نردو كل بياسه اي بياسه نطوينا غنردوها لبلاصتها. الكاتاليزور ديالنا ركبناه فيه ثلاثه ديال البالونات كما كتشوفوا وخلاص لي شاك ما عاوتاني ليه كاينين ثلاثه د البالونات. هنا غنردو الكوليكتور ديال الادميسيو ديالنا ونردو الفريجيره وردو لي بلاستيك ديالها لي كارتير ديالها كامل غادي نردوه. وتبارك الله عليكم ودعموا القناه ديال ميكانور اكابون. حاجه واحده اخرى نوصيكم على هاد الدوليتات هادو يعني حاولوا يدخلوا بلايصهم وراه كتنقص لونتيجي ملي كتحيد هاد الدوليتات كنقص شويه ديال لونتيجي تقريبا واحد ليترون خصك تزيدوا لها. كان معكم اكابون نتمنى تكونوا في صحه جيده وحياكم الله. حاولوا تبارطاجيو وتعاونوا ميرسي تبارك الله عليكم. Mm-hmm.